السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، عندي كتاب الملون صفحة 99 يونس 7 lesson 5. What is the teacher saying؟ ماذا يقول المعلم؟ هنا عندنا أربع صور، هذني الأربعة هنا، خليها هنا هذه الفراغات. يقول لك number one، now you must find the your chair. يقول لك الآن يجب عليك أن تجد كرسي. هنا البي هي هذا البي الكرسي. two، remember you mustn't look at your friends' answers. يقول تذكر أنت لا يجب أن يعني تنظر إلى إجابة صديقك. من هي هذه الدي؟ الدي هي هذا، شوف شلون يباوع علي. 3، remember you must talk. تذكر أن لا يجب أن تتحدث، اللي هي أي هذا الأي. 4، no sports pupils follow me to the playground. يقول لك الآن جماعات الرياضات الرياضة يتبعوني للساحة، playground يتبعوني للساحة. من هي هنا عندي سي، يا هو سي هياته، لازم يعني يتبعوا المال للساحة، بلاي جراوند.